إن الزكاة طهرة مباركة تقيك من كل أذى ومهلكة فريضة أوجبها الحكيم مولى البرايا ربنا العظيم أحكامها معلومة في الدين منقولة بالخبر اليقيني وبعضها قد صح بالأحادي سليمة في المتن والإسناد ففي الكتاب قد أتتنا مجملة وفي حديث المصطفى مفصلة بينها حبيبنا في السنة وذاك من فضل العلي ذي المنة قد بينت شروطها هنا كما قضى العزيز ربنا وأحكما تؤخذ من مال الغني المقتدر حق لكل معوز ومفتقر يخرجها من غير ما ارتياب من حل مال بالغ النصاب لا تعطيها لغير مستحق فذاك فعل جالب للمحق إن لها مصارفا ثمانية في سورة التوبة جاءت وافية فأعطها الفقير والمسكينا والعامل الجابلها الأمينا كذاك من قلوبهم قد ألفت وغارم عليه دين قد ثبت أيضا أتى البيان في الكتاب أن تصرف الزكاة في الرقاب وفي سبيل الله للجهاد لدفع أهل البغي والفساد وابن السبيل ذلك المسافر منقطع عن أهله مهاجر فأعطه المال بقدر حاجته تعينه حتى يفي لبلدته فهذه مصارف مبينة فكن على دراية وبينا أد الزكاة وفق ما يريد رب السماء الواحد المجيد بنية صحيحة الأداء نقية من وصمة الرياء ولا تخالف ما أحد الشارع فحكم ربي بين وقاطع ويل لمن يخالف الحدود ويعصين ربه المعبودا فمن يخالف شرعه فحكمه جهنم يصهر فيها لحمه فذا جزى من يكنزون المال يلقون في جهنم النكالا سيشربون ماءها اليحموما يقطع الأمعاء والحلقوما ويضربون فيه بالمقامع ليس لهم هناكم من شافعي كذا الحميم فوقهم يصب والنار في أجسادهم تدب يصطرخون من عذابها فلا يلقون إلا ذا العذاب موئلا فذاك حال مانع الزكاة وحال أهل السوء والعصاة فذاك حال مانع الزكاة وحال أهل السوء والعصاة فإنها والله سوء خاتمة لكل نفس في الحياة ظالمة وفضل من أنفقها عظيم يغنيه ربي المحسن الكريم يفيه ربي ذو الجلال حقه ويوسعن ماله ورزقه يظله تحت لواء عدله يكرمه يزيده من فضله يكون مأواه إلى الجنان بحضرة الهادي النبي العدنان يكون مأواه إلى الجنان بحضرة الهادي النبي العدنان.